أصب عليكم مشاهدين اليوم من الحديقة النباتية الملكية في منطقة تل الرمان، هذا المكان الساحر والرائع والجميل، فخليكم معنا ويا هلا. تأسست الحديقة النباتية الملكية رسميا في عام 2008 ميلادية بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي في الأردن، حيث تقع الحديقة النباتية الملكية في منطقة تل الرمان على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة عمان ضمن الهضاب المطلة على سد الملك طلال، وعلى مساحة تقدر بحوالي 1700 دنم، حيث يحتوي الموقع على مجموعة كبيرة ومتنوعة من التربة والمناخات. وللحديث مشاهدينا عن الحديقة النباتية الملكية، بسعدني أستضيف اليوم الدكتور حاتم طيفور مدير صون النبات في الحديقة النباتية الملكية حتى نحكي لهم اليوم. الله يعطيكم العافية، جهود طيبة وصباح الخيرات. صباح الخير، الله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم في الحديقة النباتية الملكية. ما شاء الله عليكم، يعني شفنا اليوم الروعة والجمال من خلال هذا المكان الساحر في أردننا الغالي والعزيز اللي كل مناطقه هي جنة فعلا. خبرنا أكثر مهندس عن هالمكان. صراحة الحديقة النباتية الملكية هي مؤسسة غير ربحية، تأسست في 2008 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي بدعم ورعاية ملكية. إحنا الآن على بعد 25 كيلو شمال عمان على الجبال المطلة على سد الملك طلال. تقريبا مساحة الحديقة النباتية الملكية هي 1700 دنم على ارتفاع 550 متر فوق سطح البحر. تنفرد الحديقة النباتية الملكية في الأردن عن باقي الحدائق النباتية بأنها تعمل على حفظ النبات واستعادة الموائل على مستوى الموئل ككل وليس على مستوى النبات بحد ذاته. ما شاء الله، يعني مساحة كبيرة ولكن فيها من الجمال والروعة شيء الكثير. مهندس، شو الخطط الحالية والمستقبلية فيما يخص هذه الحديقة؟ في الواقع الحديقة بتقوم بعدة برامج وبتنفذ الرسالة اللي وجدت من أجلها الحديقة، وهي صون النبات وحمايته واستدامته على مستوى الأردن وأن تكون رائدة على المستوى العالمي. نحن في مديرية صون النبات، وهي أحدى مديريات الحديقة النباتية الملكية. تندرج تحت هذه المديرية ثلاث أقسام: قسم المشتل، وقسم بنك البذور، وقسم المعشبة. نحن في المعشبة الوطنية الأردنية التابعة للحديقة النباتية الملكية. طبعا المعشبة عبارة عن مجموعة من النباتات المحفوظة اللي هدفنا أنه نوثق الغطاء النباتي الموجود عندنا بالأردن. الآن انتقلنا إلى قسم المعشبة الافتراضية. في قسم المعشبة الافتراضية بنقوم بإدخال العينات من المعشبة بشكل رقمي حتى نحفظها لأطول مدة ممكنة، تكون محفوظة عندنا بشكل أونلاين على الويب سايت لموقع الحديقة النباتية الملكية. انتقلنا الآن إلى بنك البذور، وهو أحد أقسام مديرية صون النبات هنا في الحديقة النباتية الملكية. هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على النباتات البرية خارج موقعها. احنا هنا بالمشاتل عندنا 100,000 تلة، 500 نوع نباتي. عندنا بنهتم هنا بالمشاتل بإكثار النباتات المهددة بالانقراض. احنا اليوم سعيدين بعد هالجولة الطيبة اللي تحركنا فيها بمعيتكم داخل هالحديقة. حابين نوجه رسالة من خلال برنامجنا يوم جديد. صراحة هي رسالة الحديقة دائما اللي هي حماية النبات المحلي الأردني وردع المهددات التي توجد على هذه النباتات. في الواقع البيئات الأردنية مهددة بشكل كبير من التعديات التي تواجهها،
ونحن في الحديقة النباتية الملكية نعمل يد بيد مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة على حماية هذه الأنواع النباتية والعمل على استدامتها. يعني بدي أشكرك دكتور حاتم على هالمعلومات الطيبة وعلى هالجولة الجميلة اليوم اللي استمتعنا فيها بالحديقة النباتية الملكية. يعني مشاهدينا يا صباح السحر والروعة والجمال من الحديقة النباتية الملكية في منطقة تل الرمان. عودي للزملاء في استوديو برنامج يوم جديد، يوم جديد دائما مليء بالإنجازات في أردننا الغالي والعزيز. إلى اللقاء.